إذن انطلق أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء الشوط 21 من مجموع هذه الأشواط المسائية المقررة والمقدمة مع شعار عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري. خبر عاجل، يا سلام الخبر العاجل بثه بن مطر على شاشة موقع الأبرقة. نريد الخبر العاجل، ولكن يخطف مقدمة الشوط والمركز الأول من خلال حاملة الرقم 21 الذيبة لمحمد بن راشد بن جبر النعيمي. يا سلام يا الذيبة، الذيبة وهي ذيبة، وهي ذيبة، الذيبة تنطلق، ولكن المركز الثاني غير مدون. يا أخوي الحقني بالمركز الثاني 26، نعتذر من مالك هذا الشعار، نقله إلى المركز الثالث. وصلت لباقة لهادي بن راشد بن نديلة، تتسلل لباقة. يا سلام، والخبر العاجل قادم مع عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري. أيضا التغيير من الجانب الآخر، إسعافه لسالم بن محمد بن خزينة. يبدو أن هذا الشعار سالم بن محمد بن خزينة مع إسعافه. أتمنى أن يسعفها الحظ، أتمنى أن يسعفها الحظ لانتزاع الشوط. روح يا بن خزينة، روح روح يا مالك إسعافه. يا سلام يا سالم بن محمد بن خزينة مع إسعافه، يسعفها الحظ والتوفيق لانتزاع الشوط. ولكن عادت المجهولة، عادت من الجانب الآخر اللي ما تعرفنا عليها، أو بالفعل هذه 25 أيضا لم نتعرف عليها للأسف. من تحتل المركز الأول؟ المجهولة. تهانينا لمالك المجهولة، لمالك حاملة رقم 25، وكل أسف وحسرة لأني لم أتعرف على من فازت بهذا الشوط. المركز الثاني إسعافه لسالم بن محمد بن خزينة. المركز الثالث ممدوحة لمحمد بن ناصر الغيثاني. تهانينا والناموس لمالك جبارة التي أتتني المعلومة عنها في هذا الوقت. جبارة للسيد مبارك محمد صرير، لمبارك بن محمد بن صرير المري. تهانينا، ونعتذر من مبارك بن محمد لعدم إذاعتها في الوقت المناسب عندما كانت تنافس في هذا